علاش زين جافتك لهنا؟ كاين انا بغيت نتعرف على العروسه ديالنا، وبغيت غير نفسر لك شنو المشكل بيني وبين عمر. عمر تبدل بزاف ملي مات والديه في كسيده. عمر قال لي بلي بينك وبينه المشاكل. عمر مبقى يعرف لا كبير لا صغير، وتهمني بالموت ديال با. واش انا بنتي غادي نقتل خويا؟ علاش غادي نقتل؟ الفلوس. عمر بالخفه ديالو دابز مع با في الطوموبيل وتقلبات بهم، ويقول لك انا اللي قتلت والديه، هو اللي قتلهم ماشي انا. ومن بعد بدا كيقول للناس كلينا ليها رزقو، الوغ كو با كان معروف بالقمار والقصاره والديونات. نهار اللي بغينا نرجعوا الفلوس لعباد الله قال لك كلينا ليها رزقو. واش انا غادي ناكل ليها رزقو؟ بابا عافاك ما تعصبش راسك. كيفاش ما نعصبش راسي؟ عصام قولي على زين بعمر دوي يلا. انا وعمر قبل كنا عصام زين عمي بغيت زين اسكتي. انا بغيت نعرف انا وعمر من قبل كنا بحال خوت، وواحد الليله كنا خرجنا ب الطوموبيل ودرنا اكسيدون. ومن بعد فاش مشينا للكلينيك تما اول مره غادي نتلاقى مع زينة كانت انفيرميير كو دو فودر بغيتها. هو واخا عارف هادشي سبقني مخطبه ويحيدني. واخا هكاك مشينا خطبنا لزين، النهار اللي بغينا نجيبو وجوههم هرب وسمح فيها. ما هي مزوجة ما هي، وانا محيت الشرف ديالها وديال العائلة مهم بالنسبة ليا، زوجت عصام مع زين. عمر عمرو ما قال لي هادشي. عمر ما عمرو يقول لك الحقيقة، ديما كيخبي الحقيقة. شرب القهوة ديالك وخبل السكر كتكون زوينة.